إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه. أما العلوان، يا من يسأل من أين الطريق؟ الطريق من هنا. العنوان أو نتسكسن خبرين أيني وضاني قارك من ونغنتبع من الشيخ غنتبع. قال علماء سودانا نقوان سيما قيد جا الصراط المستقيم قاشي تحلل شي تحرام أشي قارك قاثين ذي الفرقة سبحان ثيني قارك قاث الفرقة ضالة. أو نتسكسن خبرين أبريد أماني قيد جا واضح وني غاد نبين إن شاء الله بإذن الله وني قال العكس المانيني دي الساس الأدلة الدانيتي ماني قيد جاوري. هل نظن نشني أن الله عز وجل يسكد الرسول صلى الله عليه وسلم بلا ما نغيبين بريدني انتهى؟ لا، ويتوفى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمر نغي وضحى بريد. إذن أين تسكسن خبريد؟ أبريد السانيتي، أبريد سانيتي العلوان النغني غادي ذي التبعان الاقتداء بالسلف الصالح والسير على طريق سبيل النجاة. أبريد وهو غد تبع السلف الصالح، والسلف الصالح من عنان السلف الصالح مرمي تسريم السلف، السلف يعني عذان زوان سلفونا. الصالح ما يمد سنقى الصالح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينانو خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم، وخاصني يحكم أنه ذي وذن ذي سبحانه يحكم خاصن الرسول صلى الله عليه وسلم يقارن الرسول صلى الله عليه وسلم وذن سبحانه وذن كيس يعيش التقروق ثني وهما الصحابة، ثم غني القرن غاد يسن من بعد وهما تابعين إنك يعيشنك الصحابة، ثم إنك من بعد النغني إنك يعيشنك إني عيشنك قمت كر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنه الهدى الهداية تنقي تحتاج الإنسان نفسه أرهم من نغنشنين كل شيء إذنه وهو نازل الهداية قاديش الخطر مرنش تزجيغ عبدوغ تزميغ وانت ماشي ذا بريدي تاوين غشنس قاد تجا تجا غاد نبين الدليل انه قد تزجيغ خمسة صلوات تقغ الصدقة تزميغ ولكن كل شي العبادة النوى ذا يتاويش غشنس تاويه غا عقاب الله غا سخط رغم يجي شيء من أيام أي جاء الدليلات يس. فالإنسان من يتمنى وهو أذير الصراط المستقيم أذير قبريض صبحا، ومن يتجن عفان وهو أتريد قبريض عفان. فلذلك أنه لا بد من كل إنسان الذي راجع خفينس أذي انتبه العقد النيجي سينيا نيجن العقد إيجن كونتراتو نتفق خاص نشنين أقل الله عز وجل تابع منه قبل ما تنسخ الدنيا يقاذ نيجن كونتراتو إيجن الموافقة إيجن الاعتراف جارة نقد الله عز وجل. فلذلك لا بد الإنسان هذه حظا يخفي نس هذه راجع يخفي نس نتيجي يوقع نخل العقد الني نتيجي يوقع نخل كونتراتو الني ما في على ناقض خبري ذي قصة كواظن غماني الني ما أنه يفوز خبري وديار ريذين ماني قد يسال كونتراتو يا ماني قد يسال عقد ونتي
من يد يسال ميثاقا العبودية من سينيا مخفي مضى ديج الكونتراتو ديج الميثاق هاس العلاقة غاك العبادة. يقال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. قبل ما تنسى الدنيا انتبه. الله عز وجل قالك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ومن يخرق الله عز وجل آدم كل شيء من غادي فون الأجيال زي الجسد آدم عليه الصلاة والسلام يصفغيث عند الله عز وجل قبل ما تندي خلق يصفغيث عند كل شيء زي الجسد آدم عليه الصلاة والسلام من ده سنين. وأشهدهم على أنفسهم يقرثهم ألست بربكم ماشي نجذاب بينكم يجيهم دي خرقا قالوا بلى إن نعم أنت ربنا أنت خالقنا. قالوا بلى شهدنا نشهد خمنين وهذا الميثاق للناس يسجل الله عز وجل ولكن شنو خاص نعقير شا إلا نجاذي مزيان زريضة مزيان من الميديخ تشوق زماد يعقر خمنين ولكن نوضي ذكاء الوالدين سن ما بس دي مس قوام يرد جذا مزيان يرد كذا مير تكرر شو عذا مير تقطي ذا مير ذاني تغاني ذكار الميثاق وانيتي أنا غير ذكار وإني نقدي خرق الخالق قول الحق. فقال الله عز وجل من دسننا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. غاكم أتيني من يوم القيامة قدتو قاشو مذكا غاك يوم القيامة غاتيني القوان شهد شي منايا قمين يتجنق الكون كل شي سمسر من سلكوفار كل شي ثم شهدن قبر ما ثندي خرق الله عز وجل أنه هو يعبد ونعبد حد إلا أنت. ثم بما أنه هو نعقر شيخر وقسني خزمان الني يسكد الله عز وجل يتذكر نقص منيني غاكم قسقسخشم وضع طرفهم أنه نجد بينكم وأتعبد من الله عز وجل عقد كخشم سويني قارك أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو أهبوا الحجة أسين إذ قارت توغني غير هيغني وعقير غشا حقاني قاسيني غاكيد كيش نتورق وعقير غشا أذر غاك سن عاشين تأذر ذي عاشين مرمي عاشين 30 سنة غا صاحبي واد عقير أوه عقير غشي قيد ذكاريش أقاك الميثاق السنيات. فلذلك الميثاق الني إن سينيا إن وقع قر وقت الني إذ كاران غزاكس الله عز وجل وإذ كاران غزاكس ثم كذبرتني من زين غذكا قارن وميت شهم القنج ضاب بينكم هذا يتعبدم هام وغادي يتعبد هام وغادي يتعبد يعني في الخرقم صنو مغام صدور مبالغين أقاكم تسكر ثنائين كي ذبرتني ذاك سنين حوايج قاش كتشهدد بأنه هو ذا يتعبد وستافق الخمانين وها ثبرتي غاك تسكر هام وغادي يتعبد غاك تعبد المكمة تقصد شك ثبرت ثانيتي إدي سك الله عز وجل أتي يحفظني غوا تيحفظ شا أتي يحفظ لأنه ما ليس كي تبرد شي جنت مثلا سكاك تبرد سكاك شي جنت ثانيتين غا ساك تبرد عافاك سيودي تفران ولكن وني تقضى ياسا قبري أسيني غا وني وميت سكاك سكاك تبرد هذا يطويل شا إذن تبردني غا نغدي سك الله عز وجل نغي ذكا الزاك ساتودا وتودا شي أغا يطاول أغا يطاول أطاوغا كل شيء وده أغاك طاوت تبرات وإني وامي غذويت شيء تبرات أسيوقع الامتحان يوم القيامة نفس الشيء أقشقي الامتحان ده تبرات قطاوت أطاوت ما رشي جنت وغا ستويت شيء تبرات باش ويتكشي الحجة خي الله عز وجل أسيق الامتحان من بعد عاوز والامتحان نعاوز يقصح لي
إذن ثبرت ثانيتي قص الله عز وجل الحصن، ثبرت الرسالة ثانيتي حفظت الله عز وجل. نعم، يقع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. الله عز وجل يخزق القلوب من البشر من المخلوقات كل شيء، القلب قيوفة أمين يغيسي وانتبرت محمد صلى الله عليه وسلم فابتعثه يخضاري فاسدوش تابرتنين غدية ودوينشني. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. انتبه مليح، وهذا الخالق ضاب هذا يدي السك ثبرت، هذا يذكر هذا يثني القاسين هذا يجن كونتراتو وضع طرف القنش الإلهين يخزاق البشر ذواني تيغي السيوض انتبرت يوشا السابرت يخزا كذلك وغيعاون محمد صلى الله عليه وسلم أدعاون النبي صلى الله عليه وسلم خثبرتني نتا أدي دي السيوض ثم يهدني غاكسيرين الوزراءني أظن شان منين من عنانينا الصحابة رضوان الله عليهم أو أني أزون أبريد أو أني تسقسان من يتجاو بريد أبريد سانيتي خجيتا من تسري دروخة الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك قال الله عز وجل: وإذ جاءتهم آيات قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسول الله. ما رادو زادش نتبرتنا شنو أنت من شاء حتى نغتس تبرت النب. أمو كنا نربع هذه الملاحدة إمازيغن. أنك تبرت توسات اللغة العربية شنو ندي مازيغن نراجع تبرت النب تس مازيغ. أقوم ديازار هاج إن شاء الله. مازيغ. ما غاين نغني كي ماليزيا مي راه تزاور انت مازيغ ديني ها تحاكم اني الماليزيا مانيس الاتراك مانيس اسبانيا امريكا مانيس ستوزا كلش ستوزا سلوغانس. الله اعلم حيث يجعل رسالته. ابي السلماني غايسا استبرد ابي خزا الزمان والمكان ذو الرسول ذو الوزراء. هل الله عز وجل الذي يخضع كما أيام متقال يخضع الزمان الوقت من دي غادي يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم غادي يقيم إلى يوم القيامة الرسالة وغادي نبوذ برات النغني انتهى الأمر ثم يخزى المكان من المكان من مكة الوسط العالم ثم يخزى البشر بنادم محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينزل دوار من عنان يخضع رثن الله عز وجل. الصحابة يخضرون الله عز وجل. راكم ماشي مويد هو وحدكم من يقى الصحابة وغاسم بو العلاقة كيما نايا. قال الله عز وجل كل رسول يقى كيسو غاتي عاون. يخضرون الله عز وجل. سويني انتفروا خذني جل الحيلة. حيلة التفريق بين الرسول والصحابة. ذني جل الحيلة. جل المؤامرة. تقنت يوذان وتتقن ماشي فقط أعداء الإسلام الكفار بل تقنت خلني قال أنه ذي مسرمن إنا ماشي خسنا ذك فان لا ماشي أزون ذك سن الإسلام لا أزون الإسلام نثقن على حساب رميزان من سنوها أياش نعبد يا ربي ولكن ثنشنين غير خزان مغانقي الزمان النغر وقت النغر مغاسنقي الزاد جثني مغاسنقي العبادة نقاش نعبد ها ماشي لكن ثنشنين غير خزان النصوص ني مغانق وباش أظن غير الهدف ني
أنه قد قن العبادة الدين الله عز وجل على حسب هواهم، وهو غنبدأ غنفاق جارن النبي الصحابة أنبيني يوذان قواد النبي معصوم، ولكن الصحابة ماشي معصومين. تخطيط تخطيط وعنا تخطيط كيف كيف أعداء الإسلام أزونا ضغضر الإسلام فنفس أبري ذي الجين أضغضر الإسلام غقنا أضغضر الإسلام أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأذن جيح شاء راح نكتن القرآن وأذن جيح شاء راح نكتن السنة وأذن جيح شاء إن غني يمسر من قن نفس أبريد ماشي نازو نغذر القرآن نازو القرآن ذاك سن تحكم أذن شعر راح نشنين سلهوى النغ مكور القرن نشارح نشنين نكسي القرآن ذي اللغة العربية أنفهم اللغة العربية أنشارح نشنين من دني وأنحذي الشير حوايج النغري فوامي دوساني وذانا غزونا دعدان غال القرآن واحد سن إذن مش حرغان غذا اثنين طائفات أعداء الإسلامية الزونا غذرن القرآن غذرن الدين يكمر أصحاب الأهواء الزونا ذاوذن غال القرآن دعبدن الله عز وجل على حسب هواه من غقن نفس الطريق إذن سنن أنه إني أعداء الإسلام وما نظر ذن غمانيني إذن نسني سواد دي شي حاجة ما سيد بذان إذن زي صحيح البخاري وصحيح مسلم إنك صحيح بخاري من مسلمين شنين صحيح البخاري واش معصوم واش زعما قاع من داك البخاري صحيح شوف ما سيد بذان ما نغذر صحيح البخاري صحيح مسلم أي السات ساون تغاك الحق شكات تحكم ذك الحديث الحديث عجبين ترعقرينو تكسي غاثمدا أما السند اني عن وانو غانغ فين غزك لأنه قل بخاري ذاكس عن ومع ذلك كيف غانغ الحديث ضعيف ويطحش قرع قرنغ مرمي غاخذر البخاري من مي غاخذر البخاري هذا عدان غاز السنة وهذا النبو السنة ذن السنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن على حسب نشنين أنخذق السنة نيك الأحاديثني على حسب الهوى ذرع قرن وما رن رع قرن ما رع قرن قرع قرن ذرع قرن ذرع قرن ماشي كيف كيف إيوا كور جذك سلع الحديث يسي عجب نقرع قرن شكي عجبك الحديث كسيف نشو ذي عجب شاثن ده وموجود وذان روح موجود وانسي ورشيخ اني قانيني القرآنيون قانش نكسي ذي القرآن واي نسخارق نوكسني للقرآن نول لأن القرآن تسخ فين ستارة غا السنة القرآن مرة راح هذه غا القرآن بس ينخزا من دنك السنة الله عز وجل قرص نك القرآن قاين نزل الذكر محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما أنزل إليه هذه بيني وذا مي خزن وغاك شارح القرآن شارح النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طيب أطيعوا الله كيفاش من ذنق القرآن يأطيعوا الرسول مغاسق ما يغتف تمق القرآن مغاسق مش أطيع الرسول تفقي السنة يوقع السنة ضاقت القرآن يقارك أطيع الرسول أطيع الرسول أقد السنة أخذ من يتقى الرسول صلى الله عليه وسلم وني الطاعين من يتقى الحياة اسمك ليس سوار من ذي آما من ينهتني طاعة الرسول لكن انفلس النغني إن أناك اللحقة أناك شنوان طاشي السنة لكن السنة وزم غذير البخاري انت معصوم وهذا كسبوا الخطأ لابد أن راجع من إني كل شيء الأحاديث على حسب من يكسير عقر من ويكسير شير عقر وكذلك التفاسير نفسر العلماء يقضي من عودة ذاك النخزة باش هذا وضن غايش الهدف النغني أما وكذا سيقى عدنان إبراهيم وغيره عدنان إبراهيم محمد هداية الكوفيسي ونغني من هنا بزاف ميتا وتيش ناس نغال اذاعات تنقرني هاد حادي التلفزيون تفد غانثني فاين من خصنا ذقن الزنا ذفاق جار النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابه الزنا نغتصي وظن نصي في نجل الفكره قال النبي وحدس الصحابه وحسن وغاسن الدالي يقارك النبي صلى الله عليه وسلم على الراس والعين لأنه معصوم لكن الصحابة ماشي معصومين هو نفس التخطيط غاسنيش الكلمة ترانتيد واش معصوم واش معصوم من معصوم ماشي معصوم
فلذلك الشيعة نثنين كسن كمر الشغل نسن حيطاش الأئمة معصومين. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مننا ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك نثنين الزنا ضوضن غا الصحابة غا مكننا باش أذن الصحابة برمي غا حذن الصحابة غا غضرن السنة، برمي غا غضرن السنة تحكمون القرآن مكننا. وذاني تيا كذلك يجن التخطيط واش ساذنك الصحابة كل شيء برمين قواش ساذنك الصحابة ونسي ورشي خيش يعين الروافض. لا ذا مسلم سني، ذا مسلم سني. مثال بسيط، عدنان براي قراكم انت ذا سني، انت ذا شيحي قح من يقع إليه. ذا الصحابة ذا عائشة اشق ذا غز، عبد الله بن عمر اشق ذا غز، ومن يوفى من إني سنهزي وذاني مسر من السنة، من إني واسد سلك شاء. إذ فات شي حاجة إذ ورد غفة ثعلب روه روه إذ ورد غفة أحقنك سامح ماي قد قيغيز الخطأ قد اعتذر قد تغبي ذا يسمح، من إني أقنق التاريخ عبد الله بن عمر كذا وكذا، ولكن فعلا ماشي ذر حقنا والسور ذاك عبد الله بن عمر، ولكن سامح ماي هو من يقيم من روخه ومن اعتذر من تقل قيمة معاوية رضي الله عنه. فهذه لا كتف العادات يوذان زينة قان أنه ذي سنيين الزنة ما مشن معاوية رضي الله عنه، الزنة تنقي معاوية. العلماء قانك معاوية سطار الصحابة، معاوية رضي الله عنه وأرضاه السطار، السطار أضرحي ذي الصحابة المغني ما رض غضر ضيب معاوية رضي الله عنه أتعديد غ الصحابة المغني ما رض غضر ضيب معاوية ذا زويت غضر معاوية باش أتعديد غ الصحابة المغني كذلك قرق هيهات هيهات. فلذلك أنه الصحابة رضوان الله عليهم من قادك صلى الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا السور من بعد الآية ثانية باش نفهم من تقال آية ياك الصحابة واش السور داخل الصحابة. نعم والسور خلني ديوسان من بعد الصحابة لكن تنشرح من بعد يقارك عبد الله بن عباس رضي الله عنه لأنه ذاني تنكسي فقط رضي الله عنه واش هذا خصنا بمن لا تعال وزمد التسش كذيثين ذي العكس يقارك عبد الله بن عباس رضي الله عنه من سب أصحاب آخر الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحديث في السلسلة الصحيحة وقال الشيخ الألباني حسن بمجموع الطرق. عبد الله بن عباس قارك قاسلغ الرسول صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي، من هم أصحابك يا رسول الله؟ هل معاوية يفكر سلمة وكسن يذف شيء؟ اي نعم بل كاتب الوحي بل غانغ الأحاديث مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الطريق ماني الطريق من هنا أو نتسقس ماني الجزا بريد أفريد الزا أو أضين التضغي ذي أغى القرآن لقاش تبع القرآن نقل تبع السنة ذورت شي حاجة غذفة قاف نضوض قروس طعياذ قروس تو وندرى فقط شي حاجة بارة ذورت عاد ذفة ماني يا بشيمة أدور دواني من الصحابة دور 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 أزيد عاود دور شي حاجة ماني أبو شيمة أواني التابعين أواني زيد عاد الفا ماني أزيد أواني التابع التابعين يوسني غاد بدي تسير بضي قاشق غير القرآن السنة. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم منا نختاركت فيكم ماذا كتاب الله وسنتي
أتسش كذا يتحدث ذو كتاب الله وسنة وتحدث إنات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن الرسول وين نشيرش نغني ما أنا عليه وأصحابي ودنا نختنيش قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما رتبعش كسن أنا رسول قلت ذاك إننا من غد. موقف السلف الصالح من الصحابة الكرام، أنا خزاني الموقف من السلف الصالح من التابعين تابع التابعين ذي نثن التبعن بإحسان مكرا السوار الصحابة رضوان الله عليه. الحديث قي منهاج السنة مجلد 6، وكذلك رواه ابن عساكر يقار ذانتي. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك، تبعث مليح، جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وسأله أمعاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز. سؤال نرح ذاك كل شيء ذنب وعد ناري ذينيث وعد انتبه أذينيث لابو شيء ما ماني ذاك سنراح أما اسمات سري ما ورني أخشو مستقصيق كني مين عنا الخليفة ويس خمسة حسن إني حد نغني قال هذا قليل قيل لك يقولوا حسن أنت بوحدك وصبيح لا شنو عندهم شي حاجة أخرى. الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، كذب بهتان. ما يمنا أنه الخليفة الخامسة عمر بن عبد العزيز باش هذوك سنقي معاوية باش السلطان معاوية رضي الله عنه زريدي بلا ما نسيور خل حسن يجي تنازلني معاوية لكن ونقد في الإمارة لأنه الحسن واطي التفشاء حسن وشين بيع انت وشلتي معاويه الناس لا مش خلاص يصلح الزكس الله عز وجل الفريقين ممكن الرسول يصلح. لكن مرة راح بعد عثمان بن عفان ثم علي رضي الله عنه معاويه، لكن تسريد غير وذنق الكتب عمر بن عبد العزيز الخليفه الخامسه صحيح منايا لا. شوف من داسي قواني تاع عبد الله المبارك يسادى غاس الناس من ونحسن قام ماشي جديد منايا هذا قدم عبد الله المبارك ماشي ني النار قامر من تسلم شنين كي بعضي وذاني قارك عمر بن العزيز ما شاء الله يقى يود الخلافه الراشده غير يتجند ما يمي قارقا ويس خمسه ذن تاع هذوك تنقي معاويه غاد غدر معاويه وازن تاع الرذايني ونتبعيث نقارس نعم ما شاء الله عمر بن العزيز الخليفه ويس خمسه انكم جنيت معاويه سطار للصحابه ذاني تتسقس ذي قرص من ونحسن أمعاويه افضل او عمر بن عبد العزيز. فقال لتراب في منخري معاويه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وافضل من عمر بن عبد العزيز. شوف السلف الصالح مكتفهم من ونزاك سنحسن عمر بن عبد العزيز نغى معاوية رضي الله عنه. الناس غير شارني قين زان معاوية ومن جاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ذي عمر بن العزيز تعججت قين زان معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن العزيز أو أني ذا صحابي ليتزجى ونين الرسول صلى الله عليه وسلم أما شي كيف كيف تزجيت من روخة تزجيت من دني أبرمي قيدك الإمام من يدقف سمع الله لمن حمده وتنال إنة الإمام ما معنى سمع الله لمن حمده أو الدعاء. ولكن مرينة الرسول صلى الله عليه وسلم ذنيس شك آمين زيها وانس أما شكيه أمين داك تغيري وذني لا تزل الزج نوانينا الرسول صلى الله عليه وسلم يوها وإنة الرسول سمع الله لمن حمده إقام عاوية وانس قوانتي الدعاء ماشي كيف كيف هاشي الإمام نذ الإمامة كيف كيف. لذلك قارس تاع الجاش ديونزال أن معاوية رضي الله عنه إيقى الله عز وجل ذي عشق النبي صلى الله عليه وسلم أكس يامن أكس إبد أذي خضر الرسول صلى الله عليه وسلم باش أذي يقول أنا غاكس ديس عمر بن العزيز من تخلط من تقارنه
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلاً يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. الصارم المسلول رقم 3، مجلد 3. أحمد بن حنبل يقى مرض زرد شواكاس دام سلام يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء يساور الصحابة وورد عفان فاتهموا على الإسلام. قرزي عدنان إبراهيم وأخواته نتهمك على إسلامك. إن الإمام إمام أهل السنة نتهمك على إسلامك. أتيني ذخ عبد الله بن عمر أنه كان نسوي قمت مغادي بعد مغادي. أتيني ذخ عائشة رضي الله عنها قالت كي غم وقاز. قرأك من أحمد بن حنبل وني تهميت قل إسلامينس وني الإسلامينس غير واضح أيز ما السويثما الطريق من هنا سا باش ود واخذ كي بارابولات باش ود واخذ كي الانترنت باش ود واخذ كي تصاوات يوتيوبات اشغاقن كي يوتيوبات ابريد قاديش قاد واني تيساد ولد الفا. يقى كذلك احمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله: لا يجوز لاحد ان يذكر شيئا من مساويهم. لا يجوز، حرام. اتذكر شن رعيب من الصحابه؟ واش الصحابه الى غاسن عيوب ما غاسن شيء؟ نعم الصحابه الى غاسن عيوب نسن غاسن اخطاء نسن قريقه كاس من تذكر لان رعب نسن ما لا تذكر خير نسن اللي نازل سنة تضع من دي تخواص العداد من الفضل غاسل أمر بحا إيش نتسق نفسها حتى تأتي تخبش شكا عدنان الزمان هذا جبد الدني لقاش نشتوي غد التاريخ. عجبا عجبا يوذاني قارق قلش سوار التاريخ إيقا قطغان غد التاريخ قول اللي شو عارف جيشي التاريخ لكن مين دي تخواص. صحيح البخاري ماشي معصوم قاضي البشر متفقين معك ماشي معصوم. التاريخ معصوم خارق قخليه هو التاريخ ولكن ونيت التاريخ يسد سند عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذاك سنخزه ونيت التاريخ وهذاك شي عن فلان توك ساسفي سيدي التاريخ صبر السند أزاك سوزة تاريخ السنة شي طعيار شي تبوصة تاريخ وانيتي قينات فران فران معروف وينات خفران فران معروف وينات خفران وفران معروف التاريخ من زيت قد الحجة وتنان ياك التاريخ سبرا السنة قناص التاريخ ما ضعيف سكتي الضعيف راح تكشي زاك الصحيح قضايا قاش تاويخ التاريخ ما عاشي ما سيد نتاويس. لا يجوز تذكار المساوي عيوب الصحابة رضوان الله عليهم. وادي تسيع وداكيني ومثلا رمز معصوم وكن النشي معصوم كأحمد بن حنبل وكن النشي وغاسن بور عيوب إنك غاك تذكار عيوب نسن. إذن إمام أحمد يقارك غاسن عيوب إمن دني واذكا شي عيوب نسن واسوار شيخ عيوب نسن باش أسنتوش الطواطين نغني كذا أخذ من الشغل أموك تقن ربعا ذي وذان رخ الشاذنا نقل علماء ربانيون باش الجنوالو نين عالمني والو ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص. غاك ذاك السوردنا تسنقصد شو صحابي أموك ينقى عدنان إبراهيم وأخواته. فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته. واني غادي كان العيوب من الصحابه يخسر الحاكم السلطان اذي عاقل ليس له ان يعفو عنه وخاص يعفو شيء شيء ممكن يقنع عندنا اسمح ما يقدر قاع تعترف فقص الخطا اينو نعمو هذا نخزى ما تعترف منه ويستتيبه اهديت به الله عز وجل فان تاب قبل منه ما ريت قبل التوبين وإن ثبت أعاد عليه العقاب وخلده الحبس حتى يموت.
ما راه يكذب عادي ما راني هذه الحبس هذه جتني حتى ديمت ما راه يسور كشو صحابين هذا الكاتش نعيبو صحابي الطريق من هنايا فبريت الساعة صنت من ربيغة تفسري دي وذان السوار ربيغة تفسر إذا عاد السوار صنت مليح من إقا وقال الصرخسي رحمه الله فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام دواؤه السيف إن لم يتوب نقول غادي كسني السيور وني ملحد منابذ للإسلام الدوينس كسيت ولكن غادي كنعاود كسيت واش نتخاوض داني تعاود الحاكم السلطان ماشي الشك كتهزر تقدر فوضى عاود السلطان واحد سنت أميرة مقر وهذا النجاة تحت رنكير قال الطحاوي رحمه الله تعالى ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم المعتقد أن أهل السنة والجامعة من العبادة زي العبادة نحب الصحابة من الصحابة؟ كل الصحابة بدون استثناء ولا نتبرأ من أحد منهم وأن تبرأ حد زي شو صحابي ونبغض من يبغضهم ونبغض من يبغضهم إذا مرميت سري دوار سوارن لا والشيعة قادم سرمان قا يخسن راغا قوذين قا كذا قا كذا 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 إذي خاوي نبغض نكا وني غايكا عن الصحابة كاهد الصحابة كاهد شي جنزي الصحابة كاهدش انتهى فاكي اختمون وكي تموت فاكي اختمون وكي تموت ويبغضهم وبغير الحق يذكرهم بل كن خاسن البوه تنس خارق خاسن ماشي فقط قادر عيوب لا لا ديانو غاس ولا نذكرهم إلا بخير مر من سوار الصحابة خاص نستور من داك سندا سبحان ذي الخير والباقي لا وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان حب الصحابة إيمان وإحسان والبغض نسن كأن الصحابة أو شو صحابي فهو إما غذير كفر درجة الكفر ممكن شيعة أو ذير النوع من النفاق أو ذير الطغيان فهذه الحدود عقيدة الطحاوي المجلد والسنين العلاقة بين الصحابة والرسالة ما العلاقة إذا نجار من الصحابة تبرد ما انت تبرد يا باشا ما تعقلون تبرد ما يكون سوار ما تبرد من التذكير إذ كرم الزاك صلى الله عز وجل أنه نشنين نعترف أنه زنت ضابين نغمتيني دي خرقن قيخصات نعبد ثم تبردني ذاك العبادة مغاث نعبد تني تبرد الله عز وجل من القرآن كلام الله ما غذنيش العلاقة جارس الصحابة رضوان الله عليهم باش نخزا ثابرات وعدتش كذا يتقادنتي القرآن حبيخ ثم ونغني السوارق الصحابة قعوة ستاري تاني من تتخوض غذني العلاقة جار القرآن ونتي يتحبي يتعدرت خير ما رفع فعدرت خينات عز العلاقة غاقو صحابي رضي الله إذن وني يزون النجاة وني يزون ذفرث يوم القيامة من غضب الله وعقاب الله وسخط الله فعليك بمذهب القرن الأول المذهب أما المذهب من غد تبعه من رفق غد تبعه المذهب من القرن مزيار المذهب من الصحابة المفهوم من الصحابة رضوان الله عليه فالنجاتينك واتيري إلا المذهب من الصحابة عكشن الدليل يا أبا شيماء عروخة جبدت بزاف روخة القرآن السنن الرسول المذهب من الصحابة تبع مليح يقال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هذا القرآن ما مشيت القرآن القرآن سورة البقرة 137 فإن آمنوا
خطاب وميدانيتي النبي صلى الله عليه وسلم لا أتى في الناس فإن آمنوا بمثل ما آمنت واحد آمنتم كنوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم زيد الصحابة. القرآن واضح فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يني غد ياسن من بعد ما رأوا منن من زيدوا من مكني ويا الصحابة أتفقت الخبر ذن الهدى ما رواروا من انشيس من زيدوا من مكني ويا صحابة رسول الله أتفقت قد الطريق من هنا أبريد السنة قواض القرآن تقى ما يمي الله عز وجل ما يمي الآية يغت في الناس فإن آمنوا بمثل ما آمنت أنت يا محمد ماشي كفاية يكفي ما رأينا الله عز وجل قام كني وني غاد يسني خساكو متى من أمك يوم محمد صلى الله عليه وسلم يكفيني ماشي يكفي يكفي لكن ذنيش المفهوم النغني غاك قال الصحابة أني أدكسين ثابرات محمد صلى الله عليه وسلم ودي داوين أن ذنين قا فهمن ثابراتهم يا غاكم قار فهم ثنسن تني قيت حساب نعاو فهمت الشرح من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فهمت الصحابة تني قيت حساب ومن بعد نخزى السنة عاود تساوي رحمانية تأكد ورا تأكد الآية يا ثانيتي فمر الإنسان غاس الشك جمانية قي العقيدة يا ثانيتي أنه الإيمان سويتر الإيمان نشان إلا ما ريت مطابق للإيمان الصحابة رضوان الله عليه بارا غاس الشك جمانية فهو نتي غاتف غاس الخلل قي العقيدة ينس قي الإيمان ينس إخسا غادي راجع الإيمان ينس غادي راجع العقيدة ينس غادي يدور عاودة غادي عاود ندوش جديد بل إخسا الإنسان أغسير الإيمان أغسير أكيد أنه وثن جاء يوم القيامة وين جاء جار نفس الله عز وجل إلا ما يتبع الصحابة رضوان الله عليهم يقال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية ندن كايجين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية انتبهت مليح الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار غاسن شن الشرط رضي الله عنهم ذني شن الشرط وذني بو الشرط يا ذا خصنا ربي يقاد ربي شن الشرط الصحابة نعاود الآية والسابقون الأولون إني قزوان من عنان المهاجرين والأنصار ذنش الشرط باش خاصني يا ذا غابي يا ذا خاصنا ربي انتهى الأمر من يجى الشرط والذين اتبعوهم بإحسان أيني ذي التبعان أخوكم يا ذا غابي كني إذن غانغ من غانغ ذا غانغ الصحابة رضوان الله عليهم غانغني غاسني التبعان إينا الصحابة يا ذا خصنا ربي واذنبوا الشرط لكن شكد يوسان من بعد يقاك الشرط يخصا غاس نتبع بإحسان ما معنى بإحسان من قند أصبحان أس نتبع ما روا أس نتبع شي قمانين يخصا وخاك يعطاش الله عز وجل لأنه الآية واضحة فقارك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ما روا أس نتبع شي وخاك يعطيش الله عز وجل هدني هيا بريدي ضعط من سغتك إذن الواجب خمس رم لابد غسير المعتقد ذا المفهوم من الدين على حسب المفهوم من الصحابة رضوان الله عليهم باش تنجى الله عز وجل يوم القيامة لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم باش نأكد الآية يا ثانيتي الحديث معروف حديث طويل لكن شنو كسي زكس من غانغ شاهد القضية يقال الرسول صلى الله عليه وسلم باش نغدي بين الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر كامل هل آية هل قرآن والقرآن يقارن يقال صلى الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم بين يوذان من خزن دينزي إذن نغدي بين الرسول صلى الله عليه وسلم الآية يقال
وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. أين الطريق يا رسول الله؟ من الجوبرين؟ من وغتبعه؟ من الإيمان؟ من المذهب؟ ويقنشن ويسخارقن ويتقلبوتن؟ يقارك الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، الأمة ينس الأمة الإسلامية غتنصب ضغ 73 فرقة، غتنصب ضغ الأمة نعم، غتنصب ضغ 73 فرقة، من غيوقع؟ يقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار، 72 استحق جهنم، منه الكافر ومنهم من يخلد فيه ومنهم من يذهب إلى جهنم ثم يخرج. 72 زي الفرق نغى جهنم والعياذ بالله، ما الفرقة ما نتجغنش؟ الجواب لا بد يخسى قاش كذا مسرم خسى تتغى تدات اي وذا مصبضان سري غاز قد تليفزيو الكورنج ماني كيجبث هاوني قرايها ماني السابري هاو نغلي ماني اينش قل حالات ثاني تي كل شيء قل فرقة ثاني تي ما يجي هو الجواب جعل ذيني ذا بيضان قران ها بيضان قرانية ولكن قس كان اغتبرت قارك هم وغاز تقذ قي قارك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مصبضان 73 فرقة 72 غجهنة ما غتفرديشتن. الصحابة السقسان ما واتسقسين شاء نعم قالوا ومن هي يا رسول الله؟ يا رسول الله من تعنى الفرقة يا غيفرده؟ الجواب هل الرسول صلى الله عليه وسلم جان غمية وانت الزهر؟ ها؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس نبي ذا مقرار؟ ها؟ ما عليه شيء قاش ما يحفظ عبي قمر الزجم زم مقصافي؟ لا قخلي ذي نغني الفرق نزم نزجنا وتحجن وتجاهدن أم داعش أم المجرمون أم داعش قال لي تزجن زم قين رحية قين قشفة ومع ذلك سمات الله عز وجل كلاب النار يقزين من جهنم. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هل جواب ما أنا عليه وأصحابي والآيات قوى من تبعوهم بإحسان اثنين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم أنت فذنتي بزاف فإن آمنوا الخطاب الصحابة وذنتي قارك عود الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحاب نفس الشيء هل ماشي كافي دين الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه من تعنى الفرقة يا رسول الله إني غيقن من تقغنش يكفيني لا الرسول يتنبه نخش نحشنوني قد قانق القرآن ما أنا عليه من تقغنش زيد من تقن الصحابة هذا يخفن من تقن الصحابة الكتاب والسنة والصحابة يغانوا عن ثلاثة ذلك قي قارك نتا قارع قري خدم يا رسول الله من عنا الفرقة يا غينجان إني قد قن السنة نار الرسول صلى الله عليه وسلم صافي لا لا إني قد قن السنة نار الرسول صلى الله عليه وسلم أمك تفهم من الصحابة إذن غاك تقسم ماذا تفهم القرآن سبرس السنة نار الرسول غاك اللغة العربية ماذا تفهم ذلك القرآن سبرس السنة وزمة وزماذا تفهم السنة سبرس الصحابة وزمة حسقا حق من ذلك أنك العلاقة غاك الرسالة الصحابة أذشتن ما أنا عليه وأصحابي إذا ما نيجي جوبري أبريد قد زي القرآن غيرين؟ لا أبريد قد زي السنة ذي القرآن غيرين؟ لا أبريد قد زي الصحابة ذي السنة ذي القرآن غيرين؟ لا ما قال لي عاود ياك صافي ما أنا عليه وأصحابي نيجي الحديث نغني عاود ذو ردات فعال
خير الناس قرني واسبد لا ثم الذي يلونهم ها تابعين ثم الذي يلونهم تابع التابعين ثم زيد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الطريق من هنا أبرز الساعة أغرض الآية القرآن واتشغلت فهم الدادية الآية القرآن قد فهمت اللغة العربية قغاك النحو ألا قغاك القرآن غاي السنة أزيد زيد عاذ أنو يهد أنو غاك القرآن الآية ساقط دني ذني السنة الرسول ذني القوم الصحابة مواذي إن شاء وزيد الساسق ذي الدني من الصحابة ذني نن الصحابة كذا وكذا الحديث الصحابة يزيد منا التابعين ننشي عاوث من النبا يه زيد عنو ذين اتابع التابعين ننشي من النبا يه زيد عنو ذين هذا غاك ديوز شو بيدي يتزر تعد غا القرآن شرع لي يتزر دي قرية يشنقش غس القرآن طريقة ذينا التابحاث ما ناقش دواء قان غدين ما أنا عليه وأصحابي. فلذلك تذيج المحنة الطمقرة ذا قناسيج المحنة الطمقرة تخصص انتبهم أو أن تحشي أن تص روخ أمر مغانات فقط ذرين كل جديك السؤال يخفينس ما الفرقة ما يتجان في 73 وقال 73 ما جي 73 يتجان لا 73 تيازيذين نسفرورين قلنتي كوكوحن قلنتي في جسم ما غادا عيشو تيل ماشي في جسم القاعدة في جوز القاعدة المغاوة الشاب الزفوي الشيء مس مزيد كداعش كتسيزي القاعدة الظواهري كتساني تيواني تزرقاوي كتساني في جوز القاعدة صار واحد النجا إلا قناز وقيلة الطني قزري ذي يزيد ننتو غياد مغاني وفاي كاكي مسيه فذاني تلاف ودات سقسيز ما الفرقة من دي الجيل ما الفرقة ما أنا عليه وأصحابي يا أخزا ما قشت أني موذين تجيه إذ المحنة يا ثاني تتمقر فلذلك قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وشيش شامية ما أنا عليه وأصحابي ففكشك مثلا غاك 73 طورة 73 وغانا شك تدرين ياي الا ما راريش ندير عاشوطي ما يجان توراني بزاف وهاك 73 تورا ومكور ثواث مزوقه معده خاص لا اله الا الله محمد رسول الله وذني غا ثواث الجنتي روز ما شاء الله يقارك راح مرحبا غا تفدا غاي زاد دابرتا بديش قارك لا هاقاك ماني ثواث اينو حسان انت التورا جهنم والعياذ بالله 73 تورا ذنيش نتوار ويخسر هذا زما ثم حط صغترين كيف وهذا يسكرناش 73 تورا كلش ما زيد يترغى وغاسنا واري وزنيت اواري تاويز المكاني ناس ومع ذلك قالك الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار الا واحده انا حتى غير تنشم أود من غاد القرآن وحدث إيه بعد ما غاق القرآن كلام الله بعد أي هذا حدا غاي نشلا وظين وقذا قنش من غاد وإذا القرآن السنة صافي اثنين نوا إيه بعد أي توح ما غاف نطاد القرآن السنة كلام الله السنة واتن داخشا عزوخش الحاش نغني ذني عاد حتى غتفزا قنش غاي ذا القرآن السنة ذا الأفعال الصحابة التابعين تابع التابعين إيوا شكا شغل عرحت أتعش كتقرب غا عدنان إبراهيم مستحيل أمين غا عدنان إبراهيم غاي القرآن زيد عاود غاي التاريخ بك يا ولادي إلى جهنم إلي تخاور الدنيا شيء القرآن التاريخ جوج كتوض نبري زمقرا الطارق من هنا تبث من مرشد جداك ديوي الآية أشي ذوخ نساس قد من نغني الآية شارحة النبي صلى الله عليه وسلم وعد شارحة شك
أتبي نسك أساليب أهل الضلال الأسلوب ننقي يتبدان خطورة ياتينا غاسنيش الأسلوب استخدامت إينا يبدان خطورة يا الفرق الضالة غاس الأسلوب قام داني العلماء من أساليب أهل الضلال التنقص من الصحابة أول شيء من غاس نقضوا نسن الأسلوب نسن الشات نقي الصحابة ماني توفي شي جلتي شمأس أو يقاد حاجة يدخل صحابي قصة زاقس أو تواثن جهنم مثلا بني ما توفي وتقليل من شأنهم ما معنى التقليل من شأنهم زعما الصحابة يا ذي الأنبياء ما غير تفذوني تقارك ما الصحابة ذي الأنبياء إتهو صخاي لأنه شك أصلا سن أنه الصحابة ماشي ذي الأنبياء وشك المعتقدين كم الزنقة عامس المنسي والشيخ والشيعي سن أنه المعصوم هو الله عز وجل إما ذيك قاورة واش الصحابة معصومين واش البخاري معصومين استهزأ غير كيني البخاري معصوم سبحان الله مين يقاس كوار من البخاري معصوم تقصد هذه نيدو نعرف شو معصوم الزوا الشك كنا ننضى شي حاجة البخاري نفنحوك مع آور والتقليل من شأنهم إن أول ما يضربه أهل البدع في جسد الأمة المسلمة هم الصحابة أول شيء الشاثن بشاد غضر الإسلام الشاثن كالصحابة رضي الله عنه واستحقانهم ويقللون من شأنهم سنقاسن زي الشأن سن فأهل البدع يحقرون الصحابة ولا يعتبرونهم مثلا وإنما يقولون هم رجال ونحن رجال من قاننا كلمة نشان أو هذاك سؤاله الصحابة ديا قازن شنين ديا قازن الصحابة غاسن رعقر غان غرعقر الصحابة أمارة الله عز وجل تبع الكتاب والسنة وشنيني أمارة غير تبع الكتاب والسنة إذن نثنين مشنين كيف كيف نثنين ملزمين بالكتاب والسنة ونحن ملزمين بالكتاب والسنة إذن نثنين مشنين كيف كيف وغاسن هو الفضل خافنا مشنين هم رجال ونحن رجال قذني توتنا ننت الخوارج ومتنا ننت علي رضي الله عنه وكفار الخوارج ومتفونك الصحابة ننسكن يا قازم شم يا قازم شم يوم وبيننا وبينكم كلام الله حجة قاذ الشك علي رضي الله عنه بيني وبينك قرآن كلام الله شكاتيني أنتم رجال ونحن رجال نقرأ سنين لا أورا غير صحيح أنتم رجال ونحن رجال نعم لكن كلمة يثني تخسس البيان ماشي غمية ونحن رجال وأنتم رجال أنا كسي غيش نزير رجال نأخذ واحد من رجال هم رجال ونحن رجال عبد الله بن عباس أستني تشكي عبد الله بن عباس أنتم رجال ونحن رجال لا ما غلا انتبه مليح الرسول صلى الله عليه وسلم من النخ عبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل نحن رجال وأنتم رجال يا وليدي هذا رسول الله مستجاب الدعوة الرسول لا أنت رجل نعم اللغة العربية مية جمية بوح تازي الصحابة مزيان شنو من ذن نغني اللغة العربية والأحاديث والسنة وزيد وزيد لكن غاك ثانيتين من عبد الله بن عباس أقت غاك شك إنك تشك الرسول صلى الله عليه وسلم بلد بدتشك جارنا الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ذا شك ذا القرآن جاركو وتسيور من السنين ونش السنة ضغمان ونغتبع وني مغار الحجة كتاما لا نجوات فيه مغوالو النقاش نهد كي موافيه مغوالو نجدا قباني عبد الله بن مسعود السيور عبد الله بن عباس السيور سبيسياليست ذانيتي المهندس مقرن اللغة العربية سيبوي السيور وعدنان ابراهيم السيور نجدا قباني من إن الرسول خذ عبد الله بن عباس الناس يا ربي عبد الله بن عباس فهمت
الدين بس فهمت تفسير القرآن. ستوب بيت مين إن عبد الله بن عباس قيد عياس على الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش قيد عياك على الرسول صلى الله عليه وسلم باش تقارنش كاك عبد الله بن عباس؟ هل مفهوم؟ ماني غتقارنش كاك الصحابة، نعم هم رجال ما تجينش معصومين، لكن يرجناك المعلم، عيشناك المعلم. قد جيني تعاديش الدرس قيل القضية يا ثانيتي، اجوا صحابي تزجة اتفرغ من سمية تزجة انت تزجة يفغرغ من نخصة دي اوري راح يتفيثين بل التبعيث قاع يتفيثين انت تزجة ومن ميت قروكو عيش بداكي سرغ مني وارغ مني قاعد نزة السجود نزة انت تفيث اجن زي الخوارج الناس يا ربي هلك السيدة وانيتي الزج إذا غمي غيت تفرغم من أنا وانيتي روح أمر أنزغزل شي وانيتي قيت فنرغم سلحالة من غاني نشني مر أنزغل ما لا بنادم عادي ولكن قولني من أنا وني ومي قيك مر الزج الناس قصرغ من تنين الناس نشجع ذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شن سبعة الغزوات ما ثمانية الغزوات وزرغ من يدك نحن رجال وانت رجال أو إزراء وإزراء يعيش أكل معلم إزراء الأستاذ قوي قمان إني احتمي إزراء يعيش أكيدس أي الناس نشقي الغزوات قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسبع الغزوات ما ثمانية الغزوات ما نيرات جيشك شك عذوات قد خلي ذروضو أذي ثيني شك مغاق نشاط الزجر مغاق غاركو ما تطفق أرغمو تطفق شي. فلذلك قال الله عز وجل لا أنتم رجال ونحن رجال ترخص كلام الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لا ماشي أنتم رجال ونحن رجال يقارن الله عز وجل أنتم مارثوا من ما وقوا من نين إذن وان جيشي كيف كيف وقيل طول خكم نحاول نختصر سامح ما يمر طوله. ثانيتي المفهومة وانيتي نحن رجال وهم رجاليه ماشي معصومين شني ماشي معصومين ها لكن نثنين تقن مانايا باش تذنق الفوضى باش تنشان الفوضى باش تزن العقيدة غمسرم سعني بدنس مانايا وتقن الدقة الأقوال ها ولكن واتقن شي قوم كنس ها. فلذلك من مغادية سكيني ذانيتي نحن رجال وهم رجال كلمة صحيحة نحن رجال وهم رجال كلمة صحيحة بل قاصني جوار نغني من قانثني قال أنه ارحق وتسند شيء أجز الحق وتسند شيء الحق سوى أجز بل تسند أجز الحق أورنيش إقارك قال حقيقة ماشي تسند سوى أجز ممكن قوى أجز نبضى صحابي ماشي ذا صحابي ارحق الدليل بل انه اجاز نيت سند سرحق قرص ورا صحيح ورا صحيح ولكن واتقيتشيكم كانيس من جيت تقيدك شي جنت نغني واخا ولكن تقيدك صحابي لا من جيت تقيدك شي العالم نغني يمكن لكن تقيدك صحابي لا ماشي ذا مكانيس. فلذلك تشد المثل ها مراشي جنت يوخا تشفى يوخا شي الحاج وقلت غير قاضي الناس القاضي ثوكاد ها القاضي النغ وهذا اني حد معصوم ما انت نجان مالا روخا اي انت نجان وهذا اني حد معصوم ولكن من مثلني ذوارة يعني وهذا يتعاقب شي قاعي وذا انت ارتكب من الخطأ قال ليش كاي القاضي قاقك شن لا لا غدش ذا عمو الدانيتي انسن وهذا اني حد معصوم خلي القاضي اني ولكن ذني تشك الكلمة أني استعملت قواذ أني حد يا سعادة القاضي معصوم كل بنو آدم خطاه من تقصدتيني صافيش طوحات ذعيني. فلذلك الكلمة حق واتجيخ شي معصوم ثني ولكن الساسد قجم كان ماشي نشان أمكاني ماني تساسد ماشي ذا مكان نس. فلذلك الكلمة تصبحانك مرد ساس تكشم كان ماشي إذا مكان تكون الكلمة أني تعفد أم أخوي قاقوش فارا قاكول وذني حد معصوم. فلذلك أن بدانيتي إن شاء الله ربما عاد نتورقا ولكن المجال ربما ويسمح شيء والسلامين من قناة من ساعة صلاة العشاء والسلامين
واخا نستعد ثانيتي الحديث ثانيتي ربما اختصر ربما غاكمش الاسئله كذلك كذلك ثانيتي غانغشن نووار يطول بنا فلذلك اختصر ان شاء الله ثانيتي لا بد انه المفهوم من ونيتي لا بد انه الطريق يبدا الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب والسنه واحد ما أنا عليه وأصحابي ثلاثة خير الناس قرني ذن الصحابة والذي يلونهم أربعة ثم الذي يلونهم خمسة انتبه أبريدي بالدسة تابع التابعين ثم عاد غتنطلق إذن أمكننا الإمام مالك رحمه الله المقولة مشهورة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله وقي صرحا الأمة يا وزمة غاتيريني شام وزمة ذات صرح الشنحاج تنغني إلا من زي صرح القوم اللي مزقروا قل عاد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أنه أبرز الصحيح وهو أمكننا وهو الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من غير ما نني أخشي وخشي جنتنغني وأقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم واستنغاكم في المجال للأسئلة من المجال الأسئلة أصحاب المسؤولين قوام صاف الجنة نغا واحد طيب غاكم في الأسئلة تفضل عمق الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء وعمق الأحاديث لا حلفة في الإسلام وأي حلفة في الجاهلية أشهد الإسلام نعم من قال بيودان سماني خمسين سلفين كحزب لا يجوز دخل نزل الفرق الضالة أي فرقة تحزبت قاسيس مدخسب حزب الله حزب كذا حزب الكتاب والسنة حزب 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 ما يماثوا فيه محزبين ومحزبين زي الفرق الضالة الله عز وجل قد دين النق واذني هو الأحزاب واذني حزب التبليغ ولا الإخوان ولا العدو والإحسان ولا النهضة ولا التحرير ولا ذحرث ولا ثمرقت ولا واذني شيء حزب واحد إيجن حزبي ذني وذي أسن أسن محمد صلى الله عليه وسلم قدار الأرقام من الأرقام واني ذي الحزبي غاية يقارك الشيخ العثيمين رحمه الله أن التحزب ليس من شرع الله لا حلف بعد الإسلام أن نجمع التحالف نشن الخجن لا الإسلام ماشي ذي جن حاج مرمي غادي يسولني كيني الجهاد السلفية ميت خواضشك الجهاد السلفية سلفية ذاك الجهاد وهم السلفية الإسلام عامة أعلاها لا إله إلا الله زين إماطة الطريق هذا ويتش قاعة سلفي جهاد إماطة الطريق لا وش سلفي ها هذا انتم ويدر في خبارة ذريتي سلفية جهادية لو أثني خلفية جهادية الإسلام كامل وأثني في التحزب فلذلك قالك الشيخ العثيمين كان قديما فرق خوارج معتزلة ثم جاءت بعد ذلك تبليغيون وإخوانيون ثم جاءت بعد ذلك سلفيون حتى في ذا الرأس تجنب ذا سلفي سلفيون ما تكسك سلفي قال سلفي ماشي اللي تكيد سلفي ذا المنهج الدستور ذا العمل ما زيد كشك ذا سلفي حتى نيد بنادم ذا سلفي وقع في النقاش كيني ما المنهج هكا خسر سلفي لكن ازاك تحط سواجو سلفي 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 ماشي ذا التيكية غصاب سلفي صدارتي العمليني الافعاليني فردانيتي انه كل شيء تحزبني ما راه يتحزب لنا قنشني ذا سلفيا وقاسم الحزب نسن وقاسم الشيخ نسن وقاسم الاماره نسن وقلنا ذا الحزب فرق الضاله السلفيه وغاسب والامام الامام ينس الواحد هو محمد صلى الله عليه وسلم وغاسب ذم ذين وغاسب الدوله وغاسب مكان وغاسب الزمن السلفيه غاقت قلعانه الائمه نسن كل شيء
قل الهند قل نيويورك قل امريكا قل المغرب قل تونس قل الجزائر قل المريخ قل القمر، ما ريت تبع الكتاب والسنة ما انا عليه واصحابي ما هو سلفي، انتهى الامر. نعم خلاص، ما في سؤال؟ تفضل. اين أنا؟ نعم يكفي الله عز وجل في القرآن كيقول سماكم مسلم انتهى، لكن من ماذا يكفي؟ يكفي في عهد الصحابة أنا مسلم، يكفي في عهد الصحابة قبل الفرقة، لكن ومتوسط فرقة لا يكفي، ومتفقت فرقة الشيعة لا بد غتبينه، أما كانت تكفي قبل التفرقة، بعد التفرقة لا، بين وضح قاع ذمسرم. نعم لكن ذمسرم قوى ذمسرم أحمدي شيعي رافضي إسماعيلي إباضي قداري، لكن سبحان الله من مغا تفزن أحزاب غاسن اسمون شيعة، ما يعني شيعة؟ يحبون أهل البيت، عبادة أهل البيت ومنهج النبي وزيارة ذين القاع، لا لا تحب ذا أهل البيت إيوا المنهج النبي كذلك وذين، أما غاتير ذي بيت البيت النبوة أبا لهب من بيت النبوة ما أغنى عنه شيئا، أبا لهب وأبا جهل من أهل من البيت، وسلمان الفارسي من أهل البيت لا، فرفع الإسلام فارس وحط أبا لهب المنهج المنهج، فمن مغاد يسكنين شيعة شيعة اسم شيعة إجن الجزء من العبادات، أشاعرة الحسين أشعري اسم خبنان، قدرية اسم القدر ربي واسه القدر لا يقدر، إجن جزء من العبادة من عنان خوارج من عنان فنخون غني، يعني كلها أحزاب تنتمي إلى شخص أو زمان أو مكان أو جزء من العبادة، لكن اسم سلفي لا، لا تنتمي لا زمان ولا مكان ولا شخص، تنتمي إلى العقيدة والعبادة عامة. سلفي ما معنى سلفي؟ لا إله إلا الله وإماطة الأداء، هذا سلفي، وهذا النبوة اسم شخص، أشعري قدري معتزلي صوفي درقاوي تيجاني مشيشي قطيطي كلبي ما في، سلفي ينتمي ماذا سلفي؟ ينتمي إلى السلف وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كلمة مسلم لا تكفي، جاء غاكد يا سورة فيدي هذه يخضب يجي من تعنيد مسلم يكفي؟ أما يكفي المنهج ها؟ فكل ذلك كانوا يأخذون الحديث قبل ما يصل فوضى يركسن الحديث، ولكن بدأنا السلف نقل حديث الناس نسبد سموا لنا رجال اخسنق السند صافي خاوض منايا السند، أما نسيت تويذ الحديث اني استريخت خفران ايه فرنسا ثقة وضابط يتعقل ينتو استنان ينتو استفران ايه فرنسا ثقة عادي ايه وضابط يتعقل مليح زيدو استنان انت سموا لنا رجالكم او ندير رجالكم باش اشتقة شكذا مسرم ايه المنهج ما غا المنهج قيلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق امتي على 73 كلها مسلمة أمتي أمة الاستجابة 73 ذي مزرمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومع ذلك قالك الرسول صلى الله عليه وسلم 72 إلى جهنم مسلم لا قخليد وين ذي مزرم أو يد المنهج أو يد الطريق
ما انت عني تشك هم غرابي ايش هم غرابي زيدان وشي حاجه هم غرابي ذاريفي عملي هو زيدان وشي حاجه ذاريفي زي جيت نظر ها روح عملي هو زيد شي حاجه عزيز غنغه ها اللي يعرف اصلا ما يدور حدا مغربي يا مغربي مغا وين هيدا هكذا صغار جوغ كيك مولوغ كيك عيشو لا مغربي واش جديد داشق المغرب وين هيدا ما يتجيد صوداي زغن زغان زيد شعر الحومه الفران ديها شارع فرانك تحالو تفران وروح نخش فثانيتي الاسماء ثانيتي سلفي بالنسبه باش اشسنغ باش اشسنغ ما يتزد غدوها ماغا لانه تدرين بزاف سوره بزاف وكل شيء غاس نتعرف وكورا كيف كيف لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن لا اله الا محمد رسول الله ويكنف حلوف وهنسي وذقني كل شيء من غارسني فلا يكفي اذين الانسان انا مسلم وان كان الشيخ كشكش بن قاصد انك ما تصفهم يسمعونا اي سمعونا فوند وما تفوند الفرق غنصفغي انت دامية وها قوامي مصبضاني وذا نفطرق نلقى يتسمعون باش نسني وذا ماني يصدق ولا ماني يصدق نعم الإخوان المسلمين زي 72 هين يخزي اي نعم زي 72 نعم هذه الفتوى الشيخ من باز آخر فتوى الشيخ من باز قبل أن يموت بسنة في طائف قيل له الإخوان والتبليغيون يدخلون في 72 قال نعم الإخوانيون والتبليغيون يدخلون في 72 ناس ولكن قاثني التبليغيين الناس الفتوى تمزقروا تنتهى ارجع الفتوى الاخيره التبليغيين تحت الدرس التاريخي تغرب كان بقى ان نخشق من باز لا يا المجرم عاد بدرتني التاريخ او التاريخ من غنقالوا من باز يفتاح ومن بعد تو اذا جبت التاريخ 14 قرن 14 خلاص ايه تفضل احنا لما نقول شيعه او الرافضه في اسباب انهم في جهنم يشركون بالله أين يعملون حسين لكن مثلا الإخوان المسلمين وين وجهة نظر إنهم من الفئة الضالة يعني وين وجهة التكفير فيهم تكفير من كفره أو إنهم من الفئة الضالة مثلا هو الفئة الضالة تعني أنه كافر من قرأ وين الغلط مثلا إنهم ماذا يفعلون ما معنى الفرقة الضالة ضالين على الطريق وأي طريق على الكتاب والسنة وفهم الصحابة والتابعين والتابعين فأي فرقة تحزبت وليست على طريق الصحابة وفهم الصحابة وسحب التابعين فهي من الفرق الضالة ما أنا عليه وأصحابي والضلالة لا تعني الكفر الضلالة كما قال الشيخ من باز رحمه الله يكون فيه مبتدع إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومنهم من الفرق من كفر وخرج من الملة ومنهم من الفرق ربما يعذبهم الله عز وجل في جهنم ثم يخرجهم فعندما نقول فرقة ضالة لا يعني كافرة مبتدعة لها شيء من البدع لكن ليست على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم فكل فقط التجمع التحزب هو مخالف هي من البدع وآل البدع من الفرق الضالة وليست من الفرق الضالة ما معنى ضالة يعني خرجت على ما أنا عليه وأصحابي فكل من تحزب لحزب ما ويعادي لأجل حزبه ويوالي من أجل حزبه فهو من الفرق الضالة ولا يعني أنه كافر إخوان مسلمون ومن أهل السنة انتبه من أهل السنة لكن فرق هناك بين أهل السنة نخرجهم من الشيعة لكن لا نقول من أهل السنة والجماعة على فهم سلف الأمة لا فرق واضح الأخ؟ نعم خلاص ما فيه نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم إلى لقاء المقبل إن شاء الله بإذن الله